هذه الكرة تلعب بهذه الصورة من نوتشيرينو، وصلت الآن لباناتيلي. ميلان أفضل، ميلان متحكم أفضل، خطيرة، جول جول بولي. ميلان أفضل، ميلان أخطر، ميلان أجمل، وأندريا بولي يأتي بالهدف الأول بعد نقلات وتنقلات، والكرة وصلت بعد ذلك. أوه ما فرح كثير جاليانو على غير العادة، لكن بولي، بولي القادم الجديد، الضيف الجديد، تناقلوها جميلة جدا. يا سلام على المرور، والكرة بعد ذلك تصله. يا سلام، هو اللي عمل الكرة لنفسه بهذه الصورة الراقية. بدأت من نوتشيرينو والنظرة من بالاتيلي، وبالاتيلي جميلة إلى الأمام وبين لاعبين من لاعبي نادي فيرونا. الكرة الماضية تصل إلى الشباك عن طريق 10، وكلنا ننتظر ذلك. ضربة ركنية فريق نادي فيرونا، عالية، خطيرة، جول جول. لوكاتوني، لوكاتوني لا زال للتألق بقية عند توني، وبالتالي توني يرتقي عاليا، يرتقي عاليا، ولا زال للتألق بقية عند الرجل اللي الآن سجل هدفه رقم 110 في مسيرته الكروية الحافلة. بطبيعة الحال ارتقى عاليا، لكن غريبة جدا، غريبة، دفاع ميلان أطول لاعب، اللاعب اللي يتميز بالكرات الرأسية، يترك هكذا حرا طليقا يفعل ما يحلو له في منطقة الجزاء. بطء في العودة من جانب لاعبي نادي ميلان، وهذه قد تأتي بالخطورة، والخطورة لا زالت قائمة، والكرة للأمام، جول جول. هدف ثاني من نفس اللاعب، من لوكاتوني. يا لها من مباراة للتاريخ للوكاتوني، لوكاتوني مباراة للتاريخ. هدف ثاني لفيرونا أيضا بالرأس، لوكاتوني. ما في أفضل من هكذا بدايات، أن تبدأ ضد ميلان، أن تسجل هدفين بالرأس في مرمى الكبير ميلان، هدف ثاني أيضا بالرأس. شوف الكرة اللي لعبت، والتغطية تأتي من زباتة، والكرة بالرأس.